خطابه يجيبوا لهم امثله من هوليوود. في بعض الممثلين في هوليوود عندهم الخوف من الجمهور اصلا، بالتالي كان يجيبوا لهم امثله من هوليوود ولا من المشاهير يتريحوا الطلبه. عرفت قصدي؟ تقدر تقول له والله عندي شوي، لان زي ما حكيت انا 80% بالنسبه للمجتمع الامريكي يخافوا من القاء الخطاب امام الجمهور اكثر من الموت. هذه احصائيه ما جبت شيء من عندي انا اصلا. بالتالي كنت تقول لهم انا عندي شويه خوف من الخطاب وانا ناخذ في الكورس ناو في ام تيكينج ذا كلاس، الماده هذه ناخذ فيها الان. هذه الاجابه على نقاط الضعف اللي عندنا. وحيفهموها لان هم بارواحهم واخذينها. اللي يدير في المقابل ما يقدرش يتخرج من غيرها، لا يمكن. ومرات انت تخليك تدخل معاه في جدل، يقول لك انا الماده هذه والله خذيتها زمان وكانت عندي فيها مشكله، بس جانا واحد قلنا صام اعطاني فيها سي والله اعطاني مثلا. والله ما كنتش نجيب. انت اهم شيء انك انت يعني تدخل اللي يدير معك في المقابله في نقاش. وما تتكلمش بكلام ثقيل واجد وتكنيكال تيرمز ومفردات كبيره واو وتحاول انك تكون افضل منك. يا اخي تكلم زي ما نقولوا نحن داون تو ايرث، يعني تكلم لغه الانجليزيه البسيطه اللي توصل الرساله بتاعك انت. لكن تجيب لي في مصطلحات كبيره وتبي تحاول، هذه حتكون لك مشكله. انت مانكش في حاجه لها اصلا، مانكش في حاجه انك انت تستقي او يعني تخذ عبارات كبيره تحاول تتعالم، مش تتعالم بس تقول والله هذا فاهم حاجات فاهم. اما يا ما تحاولش، خليك زي ما انت. هذه مهمة جدا نقولها لكم كاعلاميين ام تيلينج يو ذيس وان هو في اثانكم. خليك زي ما انت. بالضبط، اذا كنت قمصت اي شخصية اخرى فورجيت ات. حيفهموها المتلقي، حيعرفها راه. المتلقي خبير جدا راه. ليش خطير جدا؟ لانها سايكولوجي، يعني سابريكال زي ما يقول بالانجليزي، سابريكال كوميونيكيشن. انك انت تتقمص شخصيه مش لك، نعرفك انا نعرفك في حاجات واجده. مثلا اتصالك اللفظي لا يتواءم ولا يتماهى تحديدا مع الاتصال اللفظي، ما فيش تماهي. اذا كان ما فيش تماهي مع الاتصال اللفظي واللفظي، معناها في مشكله عندك، معناها انت تقول في اشياء مش انت. وهذه حتطلع عليك في حاله التقمص، ليش؟ في حالة التقمص، انك تتقمص شخصية مش انت، صدقني حتطلع عليه وحتفقد الجمهور. وتفقد الجمهور خلاص انت قاعد في العراء، ما عندك شيء. الجمهور هو الجمهور كل شيء، او المتلقي ان صح التعبير. خليك زي ما انت. نقولوا عليها بي يور سيلف، جيف يو سنس اوف ترانكوليتي اند بيس اوف مايند. وهذه مهمة جدا. خليك زي ما انت. ما تحاولش، مش في صالحك اصلا. ماشي. خاصة ان في ناس تغير اراءهم بسرعة، تبقى بسيطة كبيرة، فتلاقي في ناس او جماعات تلاقيها تغيروا مباشرة مجرد انه يسمعوا خطاب معين او شيء مثلا يطلع فيه. هذه نقطة. النقطة الثانية تحس انه هو عادي جدا، ما فيش مثلا عنده تصنع او شيء كذا يعني. النقطة وهذه مهمة جدا. هذه تو نحن ما فيش واحد منا مولود انه هو متحدث جيد. كنا نقرا في المدارس على في البيوت، يعني نتكلموا على الببليك سبيكينج، عملية الخوف والرهبة من الجمهور. 80% من المجتمع الامريكي يخاف من القاء الخطاب امام الجمهور اكثر من الموت. شنو اسباب الخوف هذا؟ مش تقول لي والله الثقة والسيلف كونفدنس والاشياء اللي يقول فيها، طبعا هي لحد ما مضبوطة. اللي هو الاحساس بالثقه بالنفس. وهذا مهم جدا. به شنو سبب الخوف؟ ما فيش واحد ممكن يقول شنو سبب الخوف؟ ليش الانسان ما يتكلمش؟ نعم. في سبب ما كانش الخوف من الاول، في الطفل يقول يدوي عادي حتى غلط لا ادوي كويس، في اول يحكوا يجي يتغزوا عليه يضحكوا عليه، يقول خايف ما عنده ثقه في نفسه، يحكي اي حاجه، حتى لما يجي حد يجي يحكي معك يتسكت ما حد فيه. في طفل كان بالضبط الأسرة.
وجدوا ان الاسره هي سبب الخوف من القاتل او الخوف الحديث يعني امام الجمهور. حتى عندنا في ثقافتنا العربيه يقول لك الكبار يتكلموا الصغار يسكت اسكت عيب. لا الشيخ قال ما تتكلمش قدامه ما تتكلمش قدامه، مشكله كبيره. وعاده حتى في اساليب التاديب بالنسبه للثقافه العربيه والاسف دائما نضرب الطفل على وجهه، نضرب شانه كيف مهمه، بس يعني حتى هي الوائل هذا هو النافذه. انت كي ضربت الطفل هذا مشكله معناها، انت يعني خربت كل شخصيته. ضربوا فيهم على وجوههم نحن اطفال كف وفوق يعني. الكف اخطر حاجه طبعا، الكف اخطر حاجه، الكف يهدم الانتيتي بما سمى يعني الشخص البرسونا بتاع الانسان يعني. حتى عمليه التاديب نحن لازم نفهم كيف نأدب ابنائنا. انا ما اقول لك هو فرق في بين التاديب والبانشمنت هم يقولوا عليه، يعني انك انت تأدب طفلك. وبالمناسبه انت كولي امر كاب ابنك ديما وين ما حتى مد ايدك انا ولا ترفع ايدك انا يبقى خايف من ايدك، هو دائما خايف من ايدك حتى في السلم، حتى واخذك معه ولا ماشي معه ولا يعني ديما مجرد ما ترفع ايدك خاف. اصبحت ايدك اداه من زي الفزاعه بالنسبه له وخلقت له مشكله ويا كرام. قلت له عمليه مش مضبوطه يعني. يقاضيك الدكتور في امريكا يقاضيك طبعا، ما تقدرش تضرب في امريكا نو واي ما تقدرش تضرب ولدك ما مشيت المدرسه يومين يحطوك في الحبس وهكذا. It's not easy. في امريكا ما تقدرش، نحن خافوا منهم العيال لحد ما خافوا منهم، لكن نحاول نربوهم ونحاول نوصل لهم ارضيه مشتركه مع اطفالهم ونفهموهم يعني. لكن الطفل اذا كان انت ضربته مشكله كبيره هذه يعني يجوك شرطة عادي يعني يقول لك انت مش كبير. طبعا نحن هذه ما عندناش نحن طبعا، ومفروض ما تكونش عندنا لان اخلاقياتنا الاسلام ومفروض نتعامل مع بعضنا بالحسن وبهذا الشكل يعني. لكن هذا لا يعني ان عندنا اطفال متعبين يعني. السلام عليكم. السلام مرحبا دكتور. تمام والله شكرا. عرفت شويه بس في ضيف البيت نقاط الضعف. بس كيف تتخلص منها هذه؟ احنا جبنا المشكله وسبب المشكله. ان الابوين او التربيه لها دور فعال في خلق حاسه الخوف او بما يسمى بالخوف من المسرح او ستيج فرايت. كيف نتخلص منها؟ او ما نصح كيف؟ السبب اللي جعلت الكليات والجامعات الامريكيه تفرض هذا التخصص على كل طالب غدا نضع تخصصه بحيث يتخلصوا من هذا الخوف. بيك انت لو فرضنا طلبت من واحد منكم يلقي خطابنا، طبعا بالنسبه للطلبه لازم يكون الموضوع مفتوح. تختار الموضوع اللي يعجبك او تريح له. احنا نقول عليها لازم الموضوع تكون عندك انت حماس له، يكون انتوزيازم انك انت وكي تكون انت متحمس للموضوع. ما عندكش مشكله اثناء اللقاء في القاء الخطاب يعني. وتلاحظها حتى في اعين وفي على على على, على وجوه الطلبه اللي موجودين او الجمهور. تشعر بان فعلا في الحماس اللي عندك انت انتقل بطريقه او باخرى للمتلقي. وتشوفه كيف يتفاعل معك المتلقي. اما بسلح الجاكه وتريح لقدام وبالاتصال الايجابي وبتبادل النظرات وبهذا الشكل. كيف نعرف يعني كيف انت تتخلص من الخوف؟ له عده طرق تتخلص من الخوف. ايش واحد ممكن يقول لي كيف نحاول نتفاداه؟ هو ما تخلص من الخوف، الخوف كويس ها. لان لو كان ما فيش خوف ما فيش مفرده في اللغه العربيه اسمها خوف، او باللغه الانجليزيه اسمها فير او ستيت اوف فير، موجوده ما عندكش ما يمكن شيء. لكن القصه كلها كيف انت تتخلص منها؟ او ما نصح يومينيمايز تقلل منها كيف؟ هذا هو الشيء المهم. واجه المشكله ما عندكش خيار لتواجه المشكله. انت ما عندك خيار لتواجه المشكله، لكن هذا مش احد الحلول يعني. لانك انت طالما طلب منك عضو التدريس اللي هو الاستاذ انك انت اليوم حتلقي الخطاب معناها ما عندكش خيار، حتواجه المشكله. هي مش مشكله، كان نظرت لها بانها مشكله راها مشكله. ما تنظر لهاش بانها مشكله، انظر لها بانها متعه، بان عندك شيء تبي تشاطره مع زملائك. اذا كان نظرت لها بانها مشكله هذه حتى مشكله. انا قلت لك في البدايه دائما فكر تفكير ايجابي، انظر لها بانك انت عندك شيء معين وتبي يو ونت تو شير ات وذ يور كلاسميت مع زملائك، تبي تحاول تحكي معاهم على هذه القضية، وهم ما عندهمش عداء معك، ما في زي ما تقول إذا كونفليكت أوف انترست أو ما عندهم عداء، ممكن ما يعرفوك هم. في نفس الوقت اعتبر نفسك عابر سبيل أنت، مجرد ما تعطيهم هذه المعلومة وبارك الله فيك،
وخلاص هو ممكن في لي حتى ممكن اسمك بعد شوية انساه بك. انا ضرب وجدين وعالم ممكن مش كيف انا حتى وكان انا مش مشكلة بيه كيف تقلل من الخوف في حاجتين او بالاحرى ثلاث حاجات تخليك تقلل من الخوف. ها الجراءة هذه مفروض تكون جراءة يعني جراءة خصة في الموضوع نفسه. تدريب مهم جدا. عندي مقابلة بكرة اليوم اللي قبل نبي نتدرب. أما أختك ولا زميلك ولا أبوك ولا بالضبط نفس الشيء الخطاب من قبل ما تلقي هذا ما يسمى بالريهرسل أنك أنت تمرين تتمرن مرتين ثلاثة مع زملائك بهذا الشكل مرتين ثلاثة تصبح كويس هذا وعدة باهي. ممكن لما تجي على المنصة أو المكان اللي تبقى فيه تقدر تكون ريلاكس يعني ما تتبكش أو أنت تقول يقول لك تقول سهل لكن الفعل صعب عارفين أنت تقول لا تكون ريلاكس والعملية كلها اللي بك ريلاكس وبيقنود وهذه مهمة عضو هي التدريس في البداية لحد ما عضو هي التدريس يجعل الطالب أكثر رياحية وتريح لأنك أنت إذا كنت تبي تمشي بين الطلبة وممكن حتى يعني يو كان تاتش ذيم ديبيند كيف عرفت قصدي يعني وتحاول تكسر الطوق او ما نصح تكسر الحواجز الفسيولوجيه اللي هن الطاولات والكراسي وتكسر الحواجز النفسيه بانك انت تتحدث معهم على اشياء شبه شخصيه مو شخصيه بس شبه شخصيه حتى مع العمل ليش انت خذيت الكورس هذا اياي في العشيه وليش ما خذيتهاش في الصباح حاجات قريب الى لغه الشارع مش لغه الشارع المبتذله لغتهم اللي هم يتكلموا فيها مع زملائهم. انت لازم تنزل من العاليات اللي قاعد فيها انت كعضو هاي التدريس لازم تنزل لغته شويه ما تعطيهمش انك انت واو ما غيرك ما بيصير شيء اذا كانك تبي تريح في الفصل الدراسي انت لان راحت الطالب من راحتك انت كعضو هاي التدريس لان اذا كان في طالب يخاف واجب من الخطاب حيخلق لي مشكله طول سمسترنا اي دونت ونا دو ذا ما نبيهاش انا بصراحه لازم نهيئ طالب ونريحه ونعرف طالب من السمس من الاسبوعين الاولين الاسبوع الاول نعرف انه هو عنده مشكله الخوف من الخطاب نلقاه متنرفز ويسال في اسئله ما لهاش علاقه بالموضوع هذا فعلا عنده الكوميونيكيشن ابرهنشن او السبيش انكزايتي يقولوا عليه او الخوف من المصنع اذا كان تم يطرح في اسئله ما لهاش علاقه بالموضوع اولا وتلقاه متنرفز ويلعب بالقلم ولا تلقاه يلعب بالورقه ولا تلقاه يعني تشعر انه هو هجومي he's very offensive حتى في طريقة الأسئلة بتاعها تشعر بأن هذا الشخص ضد الهيراركي أو ضد السلطة وهذا نوع من التمرد تشعر بأن يعني واضح العملية وخاصة بعد خبرة طويلة في تدريس هذه المواد تشعر بأن هذا الطالب عنده مشكلة إلقاء الخطاب لكن عضو هاي التدريس دوره أنه هو يحاول يطمن هذا الطالب والحديث معه حتى على انفراد لازم على انفراد في بعض من الاحيان على انفراد خاصه في الاسبوع الاول والثاني ما تقدرش تحكي مع طالب في الاسبوع الاول والثاني قدام الطلبه لازم تكون على انفراد بعدين الطلبه اذا مهمه عضو هذه السن يخلي الفصل كله متريح ويخلي نوع الكوهيسفنس في الكلاس في الفصل نرجع لقضيه التخلص منها او ممكن نسجل الكلام اللي نقوله نسجله نستقبل شريط جديد سجل صفوح كيف تتكلم وهذا معمل عندهم عندنا ما سبيتش لا عندنا مفروض عندكم حتى انا وهذا اللي حيكون انا ترجعت لهاي الكليه لازم نديروا سبيتش لا بانك انت تتكلم وتسمع خطابه وبهذا الشكل ممكن نتكلم قدام المرايه شوف هذه وحده طبعا قدام المرايه قدام زملائك وفي نفس الوقت عندنا سبيتش لا هذا تمشي وتحقق على ذلك انا وتقدر تقرا في عقلك جريدة خبر وتبقى تقرا فيه وتشوف انت كيف شنو وضعك في الرقاية اشياء كلها مهيئة الفصول انا ما نقدرش انا بكون معك صريحة ما نقدر ندرس في هذا في هذا في هذه الكيفية اللغة عامل مهم جدا مش بالضرورة اللغة عامل مهم جدا شنو مهم جدا بالنسبة لنا نحن ك القدرة للإقناع خارج الألفاظ النطق صحيح النطق الصحيح تمام هذا اللي ندور فيه لكن اللغه انها انك تقول لي والله هذا غلط في الجمله ولا ما غلط في الجمله